حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقعة في أجزاء من المملكة خلال منتصف الأسبوع، تفاصيلها نستعرضها في هذه النشرة الأسبوعية بعد الفاصل. مرحبا بجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام. الأجواء تميل أكثر للاستقرار، حتى المنطقة الجنوبية الغربية تشهد أجواء مستقرة بشكل عام، لكن هذا لا يمنع من بعض التشكلات المحلية، التشكلات الرعدية المحلية في المنطقة الجنوبية الغربية. درجات الحرارة بشكل عام ستكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الاثنين لا تغيير على الحالة الجوية باستثناء الارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الغربية كنتيجة لامتداد لمنخفض البحر الأحمر في هذه المناطق، وهي بداية لنشوء أجواء غير مستقرة يوم الثلاثاء في عموم المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، شمال تبوك، شمال جوف، شمال الحدود الشمالية، حيث يتوقع أن تشهد هذه المناطق يوم الثلاثاء فرصة لزخات رعدية من الأمطار كنتيجة لتشكل لحالة من عدم الاستقرار الجوي. باقي مناطق المملكة تشهد أجواء صافية بشكل عام، درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، تنتشر بعض كميات من الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية وتهطل بعض زخات من الأمطار. يوم الأربعاء بإذن الله تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار المحلية والمحدودة في المنطقة الشمالية الشرقية، هذه المرة من المملكة العربية السعودية، مع استمرار للأحوال الجوية غير المستقرة في شمال غرب المملكة، حيث تستمر الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار والأجواء مستقرة بشكل عام في باقي مناطق المملكة. درجة الحرارة تستمر أيضا حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الخميس يعود الاستقرار ليشمل جميع مناطق المملكة، انخفاض على درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من المملكة العربية السعودية تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، فيما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. يوم الجمعة لا تغيير الحالة الجوية، يستمر الطقس مستقر بشكل عام في أغلب مناطق المملكة باستثناء الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات الظهر والعصر فوق مرتفعات جازان عسير والباحة، ودرجات الحرارة تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.